السلام عليكم. لو كانت الشرعية عصم مكسورة في زاوية لتوكأت عليها. بهذه الخلاصة المكثفة كان الدكتور عبد الكريم الإرياني يحدد وجهته السياسية مع شرعية الدولة كعنوان لا يمكن المساومة عليه. إنه الدكتور عبد الكريم الإرياني أبرز سياسي اليمن، الرجل الذي ساهم ووقف شاهدا على الكثير من التحولات السياسية منذ الستينيات حتى أواخر 2015. تمتع الرجل بفطنة سياسية كان لها أثرها في المشهد السياسي محليا وخارجيا. يختلف الكثير حول شخصية الرجل، خصوصا أنه كان المستشار السياسي للمخلوع، وأنه من أهدى نصرا سياسيا له في حرب صيف 94 من خلال ضمانته الموقف الأمريكي بوقوفه في صف صالح. لكنهم يتفقوا على أنه السياسي الأول في اليمن، وكانت له أدواره المؤثرة في الكثير من القضايا الحساسة، منها حرب صيف 94 وموقف اليمن من غزو العراق للكويت. يقول محبوه إن الرجل مهما ألقي عليه بظلال العتب خلال فترة عمله في عهد المخلوع، إلا أنه رجل دولة من الطراز الأول ومنحاز لها في كل مواقفه. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا المساء في الذكرى الثانية لوفاة الدكتور عبد الكريم الإرياني، والتي تصادف الثامن من شهر نوفمبر، نتوقف فيها على أبرز محطات حياته بعد مشاهدة هذا التقرير. وهذه اللجنة ستكون من جميع المكونات التي وقعت. الدكتور عبد الكريم الإرياني، الاسم الذي اقترن في مخيلة اليمنيين برجل السياسة، وباتت الجملة داهية السياسة مقترنة باسم الرجل الذي حظي باعتراف كافة ألوان الطيف السياسي، الذي خولته بعد ذلك ليكون رئيس اللجنة الفنية للحوار الذي شكل مشروعا وطنيا جامعا يتعلق بمستقبل اليمن قبل أن يتم الانقلاب عليه. لا تخلو شخصية الدكتور الإرياني من الجدل حول المسلك السياسي للرجل، بين من يراه رجل دولة في دولة الرجل، ومن يراه أحد أعمدة النظام وحجر الزاوية السياسية ومسؤولا عن عدد من أخطاء النظام، وبين من يراه عقل الدولة والسياسي الذي تبقى. وحينما غادر النظام صالح أصبح النظام بلا عقل ليرتمي في أحضان الإمامة، وذلك ما كان يخشاه الإرياني. التحولات التي طرأت في شخصية الدكتور الإرياني كانت أكثر حضوراً ووضوحاً في ثورة الشباب، حيث كان له موقف إيجابي تجاهها، وكان له تصريحه الشهير إن ثورة الشباب حركت المياه الراكدة ودفعت باتجاه تغيير النظام السياسي وربما النظام الاجتماعي. بعد ثورة الشباب عاد الدكتور الإرياني إلى قلب التحولات السياسية من جديد، وهذه المرة ليكون على رأس اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، ويدير جلسات المؤتمر، ويشهد صياغة أهم رؤية ونظرية لصناعة مستقبل اليمن عرفت بمخرجات الحوار الوطني. عندما ذهبنا إلى أبو ظبي للقاء مع سفراء دول وزراء خارجية دول مجلس التعاون، كانوا قد التقوا بالمعارضة قبل أن تقر المبادرة. بحسب شهادة الدكتور محمد الظاهري التي خص بها برنامج المساء اليمني، أثناء مشاركة الدكتور الإرياني في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في العام 2010، أفاد أن مشاركة الفقيد الإرياني تضمنت مثقفا معارضا يختلف عن رجال النظام السياسي، حيث قدم نقدا أصيلا لكل النظم السياسية العربية، وكان النقد الشديد يسرد الإخفاقات بشكل علمي دقيق، مؤكدا أن صالح من بعد حرب صيف 94 اتجه نحو الأنجال، ولم يعد الإرياني من تلك اللحظة مستشارا لصالح. تمر علينا ذكرى وفاة الدكتور الإرياني الذي اختتم مشوار حياته بالانحياز لفكرة الدولة في مرحلة شهدت فيها اليمن تهميشاً للدولة والجمهورية وحتى الانقلاب عليها. يلفظ الفقيد أنفاسه خارج البلاد التي رفع مسودة دستورها الجديد قبل أن ترتفع روحه إلى بارئها. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة الخاصة عن الدكتور عبد الكريم الإرياني مع ضيوفنا، بداية مع الأستاذ عبد الملك الإرياني عبر سكايب، وهو دبلوماسي سابق من فرجينيا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الملك. مساء الخير، شكرا كثيرا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة الخاصة، ونود بداية أن نتحدث عن الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي يحضر دائما كسياسي بارز، ولكن دائما يغيب كرب أسرة وفي يعني حياته الاجتماعية، ونود أن نتعرف عليها من خلالك. الدكتور عبد الكريم الإرياني يعني بالنسبة للناحية الشخصية كرب أسرة، هو
كأي رب أسرة يمنية، يعني يهتم بأولاده ويهتم بأسرته وببيته. ليس هناك ما يقال عن الدكتور عبد الكريم الإرياني من الناحية الشخصية والأسرية، وإنما ما يخص الدكتور عبد الكريم الإرياني هو الدور الذي قام به خلال أكثر من 4 عقود كسياسي وكاقتصادي، وهو ما أظن أننا سنتحدث عنه خلال هذه الحلقة. إذن أستاذ عبد الملك، يعني لو تحدثنا عن مشروع الراحل سياسيا، برأيك أين يتجلى؟ الدكتور الإرياني لا شك أنه ومنذ بداية عمله في الستينات إلى أن توفي في 2015 وهو يسعى إلى إقامة الدولة الحديثة ذات المؤسسات، سأشير إلى مقدمتكم التي تحدثتم فيها عن الدكتور عبد الكريم الإرياني رجل الدولة، وما قاله حول الشرعية وأنها لو كانت عصا في الزاوية لتوكأ عليها، ثم ما أشرتم إليه بأنه عمل مع في عهد الرئيس علي عبد الله الصالح. وهنا أشير إلى شيء، بأن الدكتور الإرياني هو رجل دولة خدم الدولة مع أكثر من 4 أو 5 عهود، مع أكثر من 4 أو 5 رؤساء. هو خدم شرعية الدولة لأنه كان يرى في الشرعية حفاظا على كيان الدولة وعلى استقرارها. لم يكن يسعى لخدمة شخص معين أو أسرة معينة أو منطقة معينة أو قبيلة معينة أو أيديولوجيا معينة أو أي شيء من هذا القبيل. وهذا هو مفهوم الشرعية بالنسبة للدكتور عبد الكريم الإرياني، بغض النظر عن طبيعة الأنظمة التي خدم فيها، فهو ليس مسؤولا عن كل ما يصدر عن هذه الأنظمة، وإنما هو مسؤول عن تصرفاته التي يسعى بها إلى إقامة دولة المؤسسات. إذا أحببت يمكن أن أسرد بصورة سريعة بعض النقاط التي عمل الدكتور عبد الكريم الإرياني من خلالها على إقامة دولة المؤسسات. فهو عندما ابتدأ في أوائل السبعينات كان أن أسس الجهاز المركزي للتخطيط، وابتدأ الخطة التنموية الأولى في اليمن، ثم قام بعدة مثلا التعداد السكاني في عام 1975 كان أيضا أول تعداد في اليمن، وكان له أهمية كبيرة للإعداد للتنمية. ثم قرارات الإنتاج الزراعي في عام 1983، وكان الدكتور الإرياني بغض النظر عن توافقه أو تباينه مع النظام ككل ومع ما يحدث في البلد، إلا أنه كان دائما يسعى إلى خدمة الشرعية القائمة في البلد حفاظا على اليمن وكيانه. إذن أستاذ عبد الملك، يعني ربما يعني صنف الدكتور الراحل عبد الكريم الإرياني من قبل الإخوان في فترة معينة بأنه اشتراكي، ومن قبل الاشتراكيين بأنه رأسمالي. ما الذي كان يدور في رأس الدكتور عبد الكريم، وما هو توجهه بالضبط؟ تاريخيا الدكتور عبد الكريم الإرياني انضم إلى حركة القوميين العرب في الستينات. هذه حقيقة يعني يعرفها عن الدكتور الإرياني من احتك به وزامله، ولكنه فيما بعد يعني كان له رؤاه الخاصة، وخلال عمله لم يلتزم بإيديولوجيا معينة أبدا، وإنما كان يرى مصلحة اليمن هي الأساس بالنسبة للمسار الاقتصادي والسياسي. فلم يكن يرى الالتزام باشتراكية أو التزام برأسمالية، وإنما كان يرى الالتزام بمصلحة الوطن والمواطنين.
كان هذا هو الأساس في سير حياة الدكتور عبد الكريم الإرياني. إذن نشأته في بيئة جمهورية، يعني أتى منها ثاني رئيس لليمن عبد الرحمن الإرياني، هل كان له تأثير في توجهه السياسي وفكره الأيديولوجي؟ لا شك، لا شك، ليس فقط التأثير لعمه القاضي عبد الرحمن الإرياني، ولكن الدكتور عبد الكريم الإرياني بشكل عام كان متأثرا بالتراث اليمني وبالبيئة التي عاش فيها. لا تنسى أنه ابتدأ دراسته في اليمن دراسة تقليدية، بمعنى الدراسات الدينية والدراسات الأدبية والشعر وما إلى ذلك من ذلك، فاستوعب كل هذه الدراسات وتأثر بها. وربما أن أكثر ما خدمه في خلال مرحلته السياسية هو استيعابه لليمن وللبيئة اليمنية وللمؤثرات في الشعب اليمني بكافة جماعاته وطوائفه وأفراده. فالدكتور الإرياني تأثر بمثل هذه الأشياء، ولا شك أنه تأثر أيضا بعمه، لأنه كان ينطلق من نفس الفكر ومن نفس التراث. الدكتور الإرياني أضاف إلى ذلك أنه درس دراسة علمية خارج اليمن، هو درس في الولايات المتحدة الأمريكية، فأستطاع أن يضيف إلى مخزونه التقليدي والتراثي مخزونا جديدا استطاع منه الانطلاق أيضا في التعامل مع العالم. وكان أكثر الناس ربما قدرة في اليمن على التعامل الخارجي. إذن اسمح لنا أستاذ عبد الملك أن ينضم معنا السفير محمد طه، وهو مدير مكتب الفقيد سابقا من بروكسل عبر الهاتف. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة أستاذ محمد، ونود منك بداية أن تحدثنا عن يعني حول الدكتور عبد الكريم الإرياني في مثل هذه الذكرى وهي تمر علينا ثاني سنة يعني لرحيله. رحم الله الدكتور عبد الكريم بن علي الإرياني، رجل الدولة ورجل السياسة، رجل الاقتصاد والعلوم. هذا الرجل الذي كان من الرجال الراقيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كان راقيا في أخلاقه وفي تعامله وفي القيم التي حملها وفي الكرم والصدق والوفاء والحب لبلاده. كان الدكتور عبد الكريم رحمه الله عاشقا لليمن، وكان رجلا بسيطا وقمة في التواضع والوفاء لأصدقائه، وكان رجلا متسامحا لا يحمل أي حقد أو ضغينة ضد أحد. أنا أعرف الدكتور عبد الكريم رحمه الله منذ عام 1985، عملت سكرتيرا له ومديرا لمكتبه، وأنا أعتبره بالنسبة لي الأستاذ والمعلم. هو مدرسة في الدبلوماسية، مدرسة في الحكمة، مدرسة في كل شيء. نعم. إذن أستاذ محمد، يعني بحكم هذه العلاقة وهذا القرب بينكما، هناك من يقول بأن الدكتور الإرياني كان يدون يومياته يعني ويسجلها كمذكرات سياسية، هل فعلا توجد مذكرات سياسية للدكتور يعني الإرياني وهو شخصية سياسية ربما كانت شاهدة على أبرز المنعطفات التي مرت بها البلد؟ ما أعرفه أن الدكتور كان يسجل بعض الأشياء. وأتذكر وأنا سفيرا في لندن أن جامعة أوكسفورد طلبت منه في عام تقريبا 2008 في زيارة له إلى لندن التفرغ لكتابة مذكراته، لكن مع الأسف مشاغل الدكتور والمشاكل اللي كان والأزمات اللي كانت تمر بها البلد ربما لم تتح له المجال لكتابة مذكراته، ولكن
هذا السؤال يجب أن يطرح على ربما أبنائه أو أسرته. نعم. لا أعرف عن هذا الأمر بالضبط تماما. نعم. إذن أستاذ محمد، يعني انحياز الدكتور لفكرة الدولة الشرعية، وربما حدثنا السيد عبد الملك الإرياني حول أن الدكتور يعني كان منحازا لفكرة الشرعية وليس لشخص محدد، كيف كان تأثيره في محيطه السياسي في حزب المؤتمر تحديدا، يعني ذو التوجه الجمهوري؟ الدكتور عبد الكريم كان رجل دولة كما قال الأخ والصديق عبد الملك، كان رجل دولة من الطراز الرفيع، ورجل يعني كان رجل دولة منذ تخرج من الجامعة وما قبل ذلك، وجمع بين القديم والحديث. ما أود أن أقوله أن الدكتور كان من أنصار الديمقراطية، وما أعرفه تماما أن الدكتور شارك في العديد من المنتديات الدولية وكان عضوا فيها كمنظمة الرئيس السابق جيمي كارتر أو نادي باريس الذي كان يضم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات السابقين، وكان هو وراء الدكتور عبد الكريم وراء فكرة أن يعقد مؤتمر الديمقراطيات الناشئة في صنعاء في عام 2004 تقريبا، أنا كنت حينها مديرا للمراسم. وكان الهدف البدء في أن الناس يتعلموا ما معنى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وليس فقط في اليمن ولكن حتى على مستوى العالم الثالث. حضر قادة كبار من المؤمنين بالديمقراطية ونشرها في العالم الثالث. نعم. إذن التحولات التي ظهرت في مواقف الدكتور خصوصا في ثورة الشباب ومؤتمر الحوار الوطني، ما الذي تعكسه برأيك؟ الدكتور كان رجل، نستطيع أن نقول أنه رجل عنده بعد استراتيجي. الدكتور تحدث عن ثورة الشباب وما حصل حتى قبل بدء ثورة الشباب، كان يحضر في مدريد مؤتمر مدريد، وتحدث يومها عن أن اليمن لن تكون اليمن التي نعرفها، وكان طبعا يتأمل في أن الربيع العربي سيكون ربيعا يوصل الناس إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة ومرحلة الديمقراطية والدولة الحديثة. هذا كان دائما نهج الدكتور ورأيه، ولكن الظروف كما تعرفون ربما لم تسر بالشكل المطلوب. نعم. إذن أخيرا سعادة السفير، يعني برأيك ما هي أهمية تخليد الدكتور الإرياني في الذاكرة السياسية اليمنية؟ أعتقد أن التاريخ سيخلد الدكتور عبد الكريم رحمه الله شئنا أم أبينا. الدكتور عمل بكل إخلاص وبكل شفافية وبكل صدق وبكل حب لكي تتطور اليمن ولكي تخرج من كل أزماتها. الدكتور له بصماته الكبيرة أثناء ما كان رئيسا للحكومة أو عندما كان نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، وأنا عملت معه لحوالي 8 سنوات كنت لصيقا به، والرجل لم أرى يوما إلا مدى حبه وعشقه للوطن ولكي ينهض الوطن بالشكل المطلوب. أيضا يعني كما تعرفون الدكتور، وأنا أعرف ذلك جيدا، تلقى الكثير من العروض من مؤسسات دولية كبيرة، ولكنه آثر أن يعيش كل حياته في اليمن خدمة لليمن واليمنيين، وكان رجل يحظى باحترام وتقدير كبير
من 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 مختلف رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وله صداقات كبيرة، ولذلك ربما هو أول يمني يكون عضوا في منتديات دولية كبيرة كمؤسسة كارتر أو نادي مدريد أو غيرها من المؤسسات من المنتديات الدولية الكبيرة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سعادة السفير محمد طه مدير مكتب الفقيد سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من بروكسل. عودة إليك أستاذ عبد الملك. أستاذ عبد الملك، يعني كان الدكتور عبد الكريم الإرياني كما يقال يتحدث بعقلية سياسي واقعي، يعني كان يؤمن أن علينا التعامل بما هو متوفر لا مع ما نتمنى أن يتوفر. تعليقك على هذا التوصيف؟ هذا 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 صحيح، وسأشرح هذه النقطة أولا من خلال الإشارة إلى أحد الأسئلة التي سألت سعادة الأخ السفير محمد طه، وهو عندما قلت لماذا تغير مسار الدكتور الإرياني عند بدء الربيع العربي وكلمته التي ألقاها في منتدى مدريد. الحقيقة أنا لا أرى أن هناك تغير في مسار الدكتور الإرياني في هذه النقطة، وإنما هو كان الاتساق الطبيعي مع رؤية الدكتور الإرياني نحو تطور الدولة المدنية في اليمن. الدكتور الإرياني كان يخدم النظام، نعم، لأنه يخدم الشرعية في كل الأحوال، وهو كما قلت في سؤالك إلي الآن بأنه يعمل بما هو ممكن، ولكن عندما بدأت ثورة الشباب في عام 2011 رأى الدكتور الإرياني أنها فرصة تاريخية للسير باليمن نحو التغيير. وكان معظم رموز النظام حينها في الحقيقة يؤمنون بضرورة التغيير، لم يكن الأمر غريب. صحيح أن ما حدث لم يلبي المطالب والاحتياجات والرؤى والأماني التي كان الناس يتمنونها، ولكن الدكتور الإرياني رأى أنها حركة تسير نحو التغيير فرحب بها في المسار التاريخي للتطور السياسي في اليمن، وهذا أمر طبيعي. هل راهن الفقيد على شباب الثورة لإزاحة النظام السابق من المشهد؟ لا، ليست القضية قضية إزاحة النظام. نعم. القضية قضية الوصول إلى نظام أفضل وأكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر تطورا ليتسق مع التغيرات الحاصلة في العالم بأكمله. نعم. هذا هو الأمر الطبيعي. وليس القضية أنه إزاحة فلان وإبداله بفلان أو شيء من هذا القبيل، لا، لم يكن هذا أبدا. نعم، إذن أسألك أستاذ عبد الملك عن يعني تفسيرك حول سر الإجماع الكبير الذي ناله الفقيد من قبل القوى السياسية وقوى الثورة أيضا الشبابية، ليس محليا فقط وإنما أيضا خارجيا، ولكن اسمح لي أن أستمع الإجابة منك بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الملك. كنت سألتك قبل الفاصل حول سر الإجماع المحلي والخارجي أيضا حول شخصية الدكتور، يعني لا ننسى كيف دفعت قوى الشباب الثورية بأن يكون الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، وهناك إجماع عليه ربما من مختلف القوى السياسية، ما تفسيرك لهذا الأمر؟ أظن أن السر في هذا هو كلمة واحدة، الحوار. نعم. الدكتور عبد الكريم الإرياني كان رجل الحوار. لم يكن الدكتور عبد الكريم الإرياني يمتلك ميليشيات ولا معسكرات ولا أسلحة ثقيلة ولا خفيفة، كان يمتلك الحوار فقط، كان هو السلاح والمعسكر والميليشيا الذي يستخدمه الدكتور عبد الكريم الإرياني، وكان قضية الحوار ملازمة دكتور عبد الكريم الإرياني سواء داخليا أو خارجيا. لا ننسى الحوار في قضية حنيش، والذي كان معظم
ذوي الشأن حينها يرون أن الحل هو الحرب، ولكنه أصر على الحوار وعلى التحكيم وتم ذلك، وفي الأخير أقروا له بأنه كان على صواب وأنه جنب اليمن حربا لا يعلم نتائجها إلا الله. هذا ناحية. الناحية الثانية الحوار الداخلي. الدكتور الإرياني هو من حاور الحوثيين أثناء تمردهم، والدكتور الإرياني هو الذي حاور اللقاء المشترك من بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2006 إلى 2011 في حوارات طويلة مضنية بصبر وتحمل وجلد. فهذا هو السر الذي يجعل الدكتور الإرياني بعد غيابه محل إجماع الكثير من القوى السياسية، لأنها تفتقد إلى مثل هذا الرجل. نعم. الذي يطلب من الناس الوصول إلى الحوار، الجلوس للحوار من أجل مناقشة الخلافات والتباينات الموجودة بين القوى السياسية. هذا هو السر الذي جعل الدكتور الإرياني يحتل هذه المكانة رحمه الله. نعم، إذن أعود إليك في هذه النقطة بالذات أستاذ عبد الملك، بعد أن ينضم معنا سعادة السفير أيضا الأستاذ عز الدين الأصبحي سفيرنا لدى المغرب عبر الهاتف من بولندا. مساء الخير أستاذ عز الدين. مرحبا، كيف الحال؟ أنا في المغرب عموما. في المغرب، إذن أهلا بك معنا من هناك أستاذ. نعم. عز الدين. نعم، نود أن تحدثنا عن المنطلقات الفكرية للدكتور الإرياني برأيك، هل أثرت في سياسته أو توجهاته السياسية باعتباره قادم من بيئة جمهورية؟ يعني هو مجرد أن نذكر الدكتور عبد الكريم الإرياني في هذه الظروف الصعبة الآن، نحن نؤكد على فقداننا لقامة سياسية وفكرية هامة جدا لعبت دور كبير في تاريخ اليمن المعاصر. دكتور عبد الكريم الإرياني على صعيدين أساسيين، أولا على صعيد الخلفية الفكرية، وأنا أولا أحيي الأستاذ عبد الملك والزملاء عندكم ومؤثر قربا، ولكنني أعتقد أيضا لي نصيب بالرجل وبالعائلة بحكم العشرة الطويلة والعمر الطويل خلال الفترة الطويلة، وسأعرج أيضا على بعض الأسماء التي جمعتنا خلال الفترة الماضية. الأستاذ الدكتور عبد الكريم الإرياني أولا جاء من خلفية سياسية شخصية هامة جدا من حركة القوميين العرب، من حركة المتطلعين إلى التحرر وإلى التقدم في المنطقة العربية، وبالتالي جاء على أرضية أساسية تنظر إلى المستقبل وإلى هذا البعد الاستراتيجي في العمل السياسي. وعلى الجانب الأسري أيضا جاء من عائلة أيضا تطلع لمسألة المساواة والعدالة والانتهاء من حكم السلالية وأيضا من الاتجاه إلى العصر الحديث بشكل كامل. على الصعيد الشخصي كان محنكا قادرا على أن يجمع كثير من التناقضات حوله، أن يكون قاسما مشتركا في اللحظات الصعبة، وأيضا لديه القدرة بأن يكون شجاعا في قول الحق عندما نحتاج إلى شخص يقول أمام المؤسسات التي لا يجرؤ أحد في لحظة من اللحظات أن يواجهها، إلا أن يكون الدكتور عبد الكريم الإرياني مستندا على تراثه وعلى قدراته الشخصية. هذا من الأشياء الهامة جدا في هذا الموضوع. وأعتقد بأن المسألة المؤلمة حقيقة أن يكون جيل الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي عمل لخمسين عام من أجل الدولة المدنية والمساواة يأتي في لحظة إحباط حقيقية وفي لحظة نوع من الخروج العقل في اليمن، لأن يصل إلى المشروع الكبير الذي قاتلنا من أجله أن يختطف في لحظة من لحظات الغفلة أمام لحظة انهيار حقيقية أدت ألو؟ نعم، معك أستاذ عز الدين، نسمعه. أدت إلى قهر حقيقي ليس على الصعيد الشخصي ولكن على افتكاسة المشروع الذي للأسف الشديد رأينا. نعم. في لحظة من اللحظات كيف لم نستطع جميعا أن نعمل دعائمه التي تساعد على بقائه كمشروع متكامل يحمي الوطن من الانزلاق إلى الدمار الحالي. في السنوات الأخيرة للدكتور عبد الكريم سعدت لأن نكون قريبا في كثير من مناقشاته المختلفة ومن ملاحظاته الأساسية، وكان يحذر مما نحن عليه الآن من انهيارات وتشظي المجتمع، وكان يقول دائما تلك الجملة الشهيرة بأننا سنفقد نسيجا مجتمعيا خطيرا لا نستطيع بنائه أكثر من مسألة أي تشظي آخر، وهو ما نعاني منه الآن.
حقيقة نحن بحاجة ماسة لإعادة قراءة الأفكار التي طرحها عبد الكريم الإيراني وغيره بمشروع وطني يتلائم المتغيرات الحالية والتحديات الراهنة. نحن بحاجة إلى شجاعة حقيقية، شجاعة فكرية، أن نواجه المؤسسات المختلفة على الصعيد السياسي والحزبي وعلى الصعيد المجتمعي لصياغة المشروع الوطني الذي نمتلك مقوماته وتراثه. وعبد الكريم الإيراني بعيدا عن القاب أحد أهم رموزه على الإطلاق. وأنا على ثقة تامة بأنه في اللحظة الصعبة التي نعيشها نستطيع أن نعيد الألق الذي افتقدناه بهذه الحرب المجنونة والانقلاب الغير منطقي والغير عقلاني التي تعيشه اليمين. نعم، إذن يعني ماذا عن دبلوماسية الفقيد خاصة في السياسة الخارجية فيما يخص الكثير من المواقف التي تعرضت لها اليمن وكان له دور بارز في حلها؟ يعني أنا أتيت من العمل المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية المعارضة ولم أكن في جزء من المؤسسات الحاكمة فترة طويلة، ولكن حاورت الدكتور عبد الكريم الإرياني كصحفي وككاتب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن دعني بالجانب الشخصي ربما البعض لا يعرف العلاقة الشخصية بأنه أنا ربما أنوه أيضا باسم علم من الأعلام الذي ربما لم تعطى حقه من الـ من الـ من الـ من الحضور ومن مسألة تسليط الضوء، الشاعر مطهر الإرياني شقيق الدكتور عبد الكريم وأيضا الشاعر محمد عقل الرياني. بالمناسبة على الصعيد الأسري نحن في تعز في نفس البيت تقريبا الجيران وبمكان جغرافي واحد، وأنا أعرفهم تماما على الصعيد الأسري وأعرف تماما عراقة الأسرة ودماثة الأخلاق وأيضا العمل الإنساني الكبير الذي يتحلون به بشكل كبير. ولكن على الصعيد الدبلوماسي ارتبط اسم الدكتور عبد الكريم الرياني بوزارة الخارجية بالمناسبة ارتباط وثيق، ومن يتذكر الدبلوماسية الحديثة للخارجية اليمنية الحديثة والمعاصرة بأسماء لامعة من سفرائنا خلال العقدين الماضيين سيجد بأن عبد الكريم الإيراني كان له اليد الأساسية في مسألة تنشئة هذا الجيل الأساسي الهام وإبراز الدبلوماسية الحديثة لليمن. وخلال ربما العقدين الماضيين عندما برزت أسماء من الدبلوماسيين كان اسم الدكتور عبد الكريم من الأسماء الهامة. على الصعيد الإقليمي كان له مواقف هامة جدا، أتذكر في أزمة العراق في أزمة الكويت في 90 و91 وكنت في العمل الصحفي الذي يغطي هذه الأعمال، كان الدكتور عبد الكريم الإيراني واحد من النجوم القلة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذين يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق في اللحظة الصعبة، أن ينتقدون ما يجري على داخل القاعة ولا يجرؤ أحد ينتقد، أن يقولوا لنا كإعلاميين ما يجب أن يقال بغض النظر عن الخطوط الحمراء آنذاك، وكان من الشجاعة أيضا بأنه يرى بأن هناك دمارا قادما على مستوى الأمة العربية علينا أن ننتبه له ونكتب عنه. وأنا أتذكر تماما في أثناء تغطياتي لبعض القمم العربية بأنه كان اسم عبد الكريم الإيراني من الأسماء التي تجذب الإعلام لصراحتها ولقدرتها على مسألة التنبؤ بما سيجري أو يقول ما لا يجرؤ أن يقوله بعض الدبلوماسيين والوزراء آنذاك في المحافل الدولية، وهذا يحسب للرجل الذي كان متمثلا وقادرا على أن يوازن ما بين الكلمة الدبلوماسية وبين أيضا إظهار الحقائق للإعلام في الوقت المناسب. نعم، إذن شكرا لك أستاذ عز الدين الأصبحي. عموما كان لنا حلقات سابقة عن الرئيس السابق عبد الرحمن الإيراني وكذلك الشاعر مطهر الإيراني، وهذه حلقة عن السياسي عبد الكريم الإيراني. شكرا جزيلا لك مرة أخرى عز الدين الأصبحي سفيرنا لدى المغرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ عبد الملك. أستاذ عبد الملك، يعني كنت تحدثنا عن مواقف أو يعني الأستاذ عبد الكريم الإيراني، برأيك يعني الآن البلد يشهد عجزا أو مزيدا من العجز والشلل السياسي، يعني الجميع كما قال أستاذ عز الدين يتذكر الدهاء السياسي الذي كان يتمتع به الدكتور الفقيد عبد الكريم الإيراني، يعني ما الذي فقدته الشرعية برحيل عبد الكريم الإيراني؟ ولو كان موجودا هل كان يعني ربما سنشهد تغيرا حاصلا في المشهد خاصة في فترة الحوارات السابقة مع الانقلابيين؟ اسمحي لي في البداية أن أشكر الأخ الأستاذ عز الدين الأصبحي على الكلمات الطيبة التي قالها في حق أسرة آل الإيراني جميعهم. أما بالنسبة لسؤالك حول ماذا فقدت الشرعية فأنا سأقول ماذا فقدت اليمن بغياب عبد الكريم الإيراني. أستطيع أن أدعي أن عبد الكريم الإيراني شكل ولفترة طويلة العقل والضمير الحي لليمن أو للحكومة اليمنية، لأنه دائما
كان يقف محذرا من انهيار الدولة ومن فقدان الاستقرار. وأنا أتذكر في الحوارات التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2006 الحوارات مع المشترك، عندما أجلت الانتخابات التشريعية وحذر الدكتور الإرياني وقتها وقال إذا لم تجرى الانتخابات الآن فلن تجرى انتخابات في حياتي، أي أنه كان يرى الخطر ماثلا أمامه من الحالة، حالة الانسداد السياسي التي وصل إليها اليمن آنذاك، أو وصل إليها الفرق السياسيون آنذاك، أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام. هذا الحس لدى الدكتور الإرياني هو الذي فقدته اليمن. للأسف الشديد أن الفرقاء السياسيين الآن وللأسف لا يرون إلا مصالح أحزابهم دون النظر إلى ما يعانيه المواطن العادي في اليمن، دون النظر إلى ما تعانيه اليمن من دمار ومن مجاعة ومن آلام ومن أمراض. كان الدكتور الإرياني يقف عند هذه الأشياء كثيرا، وكان يحاول أن يجمع الجميع إلى الحوار لإيجاد المخارج. وبالمناسبة فالدكتور الإرياني وحتى وفاته، برغم ما هو ظاهر من في الإعلام، إلا أنه وحتى وفاته وهو يسعى ويتواصل مع جميع أطراف الصراع من أجل الوصول إلى اتفاقات والوصول إلى حلول تجنب اليمن ما وصل إليه اليوم. هذا هو ما فقدته الشرعية، وهذا هو ما فقدته اليمن بغياب الدكتور عبد الكريم الإرياني. نعم، إذن برأيك أستاذ عبد الملك، يعني الصمت الذي يلف شخصية الإرياني هل هو جزء من شخصيته أم كان موقفا سياسيا؟ الصمت هو يعتمد على حالات الرضا أو السخط التي تنتاب ذوي النفوذ والذين بيدهم أن يرفعوا الصوت أو أن يضفوا الصمت على عبد الكريم الإرياني أو غير عبد الكريم الإرياني. عبد الكريم الإرياني جزء من تاريخ اليمن، ولا يمكن لدارس لتاريخ اليمن السياسي خلال الأربعة العقود الماضية إلا أن يتحدث عن عبد الكريم الإرياني وفعل عبد الكريم الإرياني وأثر عبد الكريم الإرياني في السياسة اليمنية خلال تلك العقود. فالصمت هو حالة مؤقتة، حالة مؤقتة مرتبطة بحالة معينة عند ذوي النفوذ، وليس أمرا دائما أبدا. إذا اسمح لنا أستاذ عبد الملك أيضا أن ينضم معنا الصحفي غمدان اليوسفي عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا أستاذ نور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة عن شخصية الفقيد عبد الكريم الإرياني، وكصحفي متابع المجمل الأحداث السياسية في البلد وشأن العام أيضا، ما الذي كان يلفتك في شخصية عبد الكريم الإرياني السياسية؟ يعني ربما هو من حلم من أحلام كل صحفي يعمل في مجال الحوارات الصحفية أو في مجال التقارير السياسية، أو أن يقابل الدكتور عبد الكريم الإرياني أو أن يجري معه حوارا. وأعتقد أنه هذا كان حلم كثير من الصحفيين في اليمن. ربما أنا كنت أحد الأشخاص الذين يعني حلموا بأن يكون يعني على الأقل يجروا حوارا ولو حتى حول موضوع سياسي معين، لكن شاءت الأقدار أن يعني لا يتحقق هذا الحلم. ربما يعني تحقق جزء منه، وليس حوارا ولكن يعني موقف واحد فقط. يعني الدكتور عبد الكريم الإرياني جمعني به. نعم، أسرد يعني لنا هذا الموقف يعني أستاذ عبد غمدان. أنا يعني كنت في القاهرة في يوم من الأيام، يعني خارج من إحدى استوديوهات إحدى القنوات، ف
اتصل بي، وكان حينها دار حديث حول لماذا شارك الدكتور عبد الكريم الإرياني في قمة شرم الشيخ في عام 2016. يعني لأنه كان قد أعلن في فترة ما قبلها أنه اعتذر العمل السياسي، وأزعجه ذلك النقد بأن يتم يعني استكثار عليه أن يحضر في قمة شرم الشيخ يعني مع رئيس الجمهورية. فاتصل بي وقال لي أريد أن تنقل على لساني يعني هذه الكلمة، ويعني شعرت بالإرباك. أنا أيضا اتصل الدكتور عبد الكريم يعني بطريقة مباشرة، ويقول لي انقل على لساني هذا الكلام، أنه أنا يعني لم يعني اعتزلت العمل السياسي فعلا، ولكن حين تدعوك الشرعية لحضور محفل دولي فأنا يعني من الواجب علي أن أستجي أن أجيب هذه الدعوة. والشرعية لو كانت عصا يعني مطروحة في الزاوية فأنا أقف مع هذه العصا. هذه الجملة الشهيرة أعتقد التي قالها وكثير من الناس تداولوها إلى اليوم يتم تداولها. فيعني وسألته حينها يعني إذا تريد سأرسل هذا سأرسله كتصريح رسمي إلى وكالة الأنباء أو إلى ما شئت من المواقع يعني الذي يتواصل مع يعني مع معظم الزملاء وكذا. قال لي لا أريد منك شيء، فقط انشرها في صفحتك في الفيسبوك ويكفيني. نعم. إذن ما الذي أوصله الدكتور من خلالك في يعني بهذه العبارة، أو ما الذي فهمته من الرسالة تلك في دقيقة إن سمحت؟ كان ربما أيضا يعني كان التشكيك إنه الدكتور عبد الكريم الإرياني حين اعتزل العمل السياسي هو ما زال لديه ذلك الارتباط بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي هو علي عبد الله صالح، بينما الدكتور عبد الكريم الإرياني كان يرى أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب مجتمع، حزب سياسي للبلد بشكل كامل وليس حزب مؤقت بشخص. وبالتالي تحدث عن وقوفه مع الشرعية بأي صورة من صورها، بعلي عبد الله صالح أيام ما كان رئيس الجمهورية، أو اليوم بعبد الرب منصور هادي لأنه أصبح رئيس الجمهورية ولأنه أصبح الشرعية. وبالتالي يقول أنا أقف مع هذه الشرعية ولو كانت حتى عصا في الشارع، ليست مع أنا لا أقف مع علي عبد الله صالح أو مع عبد الرب منصور كشخص يعني. ويقول أنه يقف مع الطريقة الشرعية لإدارة البلد التي هي حتى لو أنها عصا في الزاوية، يعني يريد أن يوصل صورة أن الشرعية هي القادمة من الناس، الشرعية هي التي يتوافق عليها الناس، الشرعية هي ليست يعني الكثرة أو ليست الغلبة بالسلاح أو ليست يعني في النهاية الجميع يعترف بهذه الشرعية. والدكتور عبد الكريم الإرياني لم يخرج عن هذا السياق، وبالتالي وجد نفسه في وسط هذه الشرعية. وحين شارك في مؤتمر قمة شرم الشيخ يعني كان يشارك يعني بمرافقة وفد الشرعية وليس ممثلا لفصيل سياسي وليس ممثلا. نعم وصلت الفكرة أستاذ غمدان. نعم شكرا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. عودة أخيرة لك أستاذ عبد الملك. أستاذ عبد الملك، كونكم يعني أسرة الفقيد، وربما نطرح سؤال أخير حول إن ما كان لديه مذكرات سياسية كتبها خلال فترة حياته، وقيل بأنه كان يدون يوميا أهم الأحداث التي مر بها، هل يعني هناك ما يشبه بهذه المذكرات، وهل هناك نية لنشرها؟ حقيقة لا أستطيع أن أتكلم على وجه اليقين عن وجود مذكرات مكتوبة. ربما أسأل في المستقبل أحد أبنائه. أنا ما حدث في هذا الموضوع مع الدكتور الإرياني أثناء حياته هو أنه في أحد المرات طلب مني، أعطاني ملفات فيها وثائق هو التي يعتمد عليها في كتابة المذكرات، وطلب مني نسخها. في يعني ملفات رقمية، وقمت بذلك وسلمتها له، ولكني لم أسأله حينها إذا كان قد دون مذكراتي أم لا. كان الأخ السفير محمد طه مصطفى أثناء حديثه تحدث عن عرض من جامعة أكسفورد لمدة عام، وهذا كان معروفا لدينا بأن جامعة أكسفورد طلبت منه أن يتفرغ لمدة عام في جامعة أكسفورد من أجل كتابة مذكراته، ولكني أعرف أن هذا التفرغ لم يتم، ولعل أولاده أكثر قدرة مني على الإجابة على هذا السؤال.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الملك الإرياني الدبلوماسي السابق، كنت معنا عبر سكايب من فيرجينيا، ونحن نأمل إن كان هناك فعلا ما يشبه المذكرات السياسية أن يتم تدوينها ونشرها، خصوصا مع الذين عاصروا شخصية مثل شخصية الدكتور عبد الكريم الإرياني، وهذه مساهمة ربما بسيطة من المساء اليمني لتخليد ذكرى هذا السياسي الراحل وتخليد ذكرى بعض الشخصيات الفكرية والأدبية والسياسية أيضا والفنية. شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.